عليكم كبيدات، كديري لاباس عليكم؟ بخير، بصحة فطاركم ان شاء الله يكون داز نهاركم بخير وعلى خير. البنات غبرت عليكم ياك، عارفة راسي. شوفوا الا غبرت عرفوا جوج الحوايج اللي مغبريني، يا انا مريضة يا وجدان اللي مريضة يا شي حاجة اخرى، راه ظروف منزلية. صافي هادشي اللي كيغبرني عليكم، ما انا راه ديما معاكم وديما غنبقى معاكم. ايوا واش كتعاودوا توحشكم؟ والله الا توحشكم. قلت لا ضروري اليوم نحط لهم ستوريات ونطلع عليهم. الله يبارك فيك، الزين علينا وعليكم كاملين، يخر عليكم الصحه والسلامه وباش ما كنتمنوا ان شاء الله. المهم لقيتوني البنات، شدوا لي الباب، لقيتوني البنات، خرجت نضرب دويره وجيت عند سلمى. عرفتوا البنات غدا عندها الافتتاح ناري، غدا بالباله ان شاء الله. بغيتكم كاملين الناس ديال السطات كاملين دوزوا عندها، راه عندها حلات محل جديد هنا في زنقه الزنقه اللي كاين فيها مالين تليفونات درب الصابون اون فاس مع القصبه الاسماعيليه، قدام بالضبط منصف مول تليفونات، راه كلشي كيعرفوا. صدق الزنقه اللي فيها مالين تليفونات فيها، المهم اللي بغى يجي اللي بغى يجي مرحبا بي. العشرة ديال الليل بالبالة كاملين، العشرة ديال الليل البنات، العشرة ديال الليل نتلاقاو كاملين، غتكون البلبالة نايضة شطيح الرديح وماكل. والله حتى خيال ودير لي كادو، والناس اللي غيجيو تقداو كاينة 20 بارفان غتعطى كغاش كادو. ما كادو. صباح الخير عليكم البنات، كي صبحتوا بخير؟ اموركم مزيانه؟ كلشي وادك؟ المهم البنات انا راني الحداقة اختي، اليوم فقت مع 7 ديال الصباح، فيقت وجدان، لبسات فطرات، مشات ليكول ديالها يا بخي، نوض جمعت الدنيا كرمت الحاله، ومع ال11 خاصني نمشي عندها للمدرسه حيت عندهم حفل ديال ليله القدر، وقالت لي لما تخيط تجي تصوري معها وداكشي، ما نبارطاجي معكم داكشي اللي غيديروا ليهم. صراحه فيما كان شي مناسبه ولا شي حاجه كيديروا ليهم حفلات، عشان المدرسه وفيراتي تخيل معايا وجدان، كنقول ليها وجدان باش نحول لك مدرسه اخرى حيت فين ساكنه انا بعيده على ليكول فين كتقرا هي، وكنقول لها نديك مدرسه اخرى شوفي هادي زوينه، كتقول لي لا بغيت هاديك زوينه. عرفتي انا كيديروا لهم داكشي زوين وكيعطيوهم الخاطر